ليا مساحتنا الفنية لليوم رح تتجسد بإبداع اللحن على أوتار العود مع فنان سوري جسد حبه وعشقه لآلة العود بإحساس وطابع خاص. لحتى نحكي أكثر عن هيدي الموهبة بصرنا نرحب بالفنان طارق صقر. رمضان كريم رمضان ويسعد عليكم صباحك. يا رب كريم وعلى الكل اللي عم بيشاهدونا ويسمعونا. اهلا وسهلا. اهلا صباح وسهلا. الخير، صباح موطني يلي يمكن افتتحنا فيها فقرتنا معك على يعني هو انا النظام. حبيت اختارها هيك نتيجة الانتصارات هي ان شاء الله، يعني بيضل الوطن هو الهاجس الاكبر اكيد لاي انسان. اكيد اكيد. الله الانسان هو يحمي، الهاجس الاكبر، هو المكان، صحيح، المكان اللي بينتمي له واللي عاش فيه. الله يحمي كل السوريين يا رب، وخاصة أبطالنا أبطال الجيش العربي السوري. آمين. أستاذ طارق، يعني هيك خلينا نحكي بحبك وعشقك لآلة العود. يمكن في فقرات كثيرة بحياتك تتجسد بفن سوري اخترت طابع خاص له. يمكن سألتك تحت الهواء قديش عدد المؤلفات الموسيقية يلي عندك ياها، ما عرفت تجاوبني ليه. ايه قلت لك كتار. كتار، خلينا نحكي عنه. هلا بدايتي العود، انا يعني ولدت ببيت فيه هي الآلة. الوالد كان يعزف عود، جدي كان يعزف كمان. يعني من الطبيعي اي بيت فيه آلة موسيقية او فيه اهتمام انه هذا الطفل الموجود انه تتنمى عنه او يصير عنده صحيح. ادراك لهي المسألة هي. كنت بتذكر هيك شغلة بسيطة حلوة هي دائما بحب أحكيها، إنه كان أبي يمنعني، عنده عود كان كتير غالي، يعني غالي عليه عشان ما تقطع إيه بمتاعي. تماما، إنه ما أنزع له دوزانه وما أخرب له إياه أو يوقع ينكسر. يقول لي إنه لا تقرب على العود ويحطه فوق الخزانة. بقى أنا صغير حط الكرسي واطلع على الكرسي واطلع على السندة تبع الكرسي وجيب العود وأعزف. لما شاف عندي هذا المحبة كلياتها اندفاع، بلشت ايه تمام، ما بلش يعني كنت يعلمني عم بتخاطر تطلع على الكرسي، منيح ما تمام وقعت كرمال تماما العود. يمكن هذا الشيء زاد حبك لأنك تاخذ وتمسكه للعود ويصير تماما انت تماما. معك بدون ما تطلع وتجيبه. هي الاحيان بتحسي انه بس يمنعك عن شيء بصير هو عندك صحيح، دافع انه انت يعني مثل ما تعرف عليه. حكيت حبك لآلة العود كانت هي بناء على حدا بالبيت بيعزف عود من عائلتك. دائما في مثل اعلى، خلينا نحكي عن مثلك الاعلى وعن المدارس اللي انت بعد ما مسكت آلة العود وصارت بين ايديك انتمعت لها. هلا اول ما بتعلم بالنسبه لل يعني بدك تحكي من 20 سنه، خلينا تفضل. نقول من 20 سنه ما كان فيها الاعلام مثل الغزاره هي، يعني ما كان في فيسبوك، ما في يوتيوب، ما ما في في حتى سوشيال ميديا، شبكات انتاج تمام، ما في كمان. حتى تليفون، يعني موبايل، الموبايلات العاديه ما كان في. بتذكر كان صحيح يعني قبل 10 سنين، قبل بالضبط يعني 22 سنه. تماما. كان يقتصر الموضوع على انك انت تاخذي النوطه عند استاذ وتتمرني لها. درست اول شيء بشكل عادي، يعني انه النوطات الشرقيه، الشيء الشرقي التقليدي العادي يعني. بعدين لما بلشت وسائل التواصل هي انك تشوفي، شفنا عازفين كتار، نعم. يعني فتحتي على العالم، انت صرتي تشوفي مثلا العازفين العراقيين، المدارس العراقيه، المدرسه العراقيه اللي هي الاكثر يعني شهره. ايه الاتراك، المصاري، صرنا نسمع اكثر. يعني اذا كنتي انت تقدري تجيبي مثلا شريط لعبد الوهاب، صار بموضوع النت لما فتحت البلد صار على النت متاح كل شيء. بالضبط، صار متاح كل شيء انك انت تسمعي وتتطوري. هذا بيؤدي للتطور نعم اسرع بكثير من انك انت تكوني منغلقه تماما. نعم استاذ طارق، قبل ما نسمع شيء يمكن ما جاوبتني عن المؤلفات يلي سالتك عليها. برصيدك عدد وكم من ايه المؤلفات؟ هلا في نعم خلينا نحكي يمكن عن ابرزها او عن الشيء يلي هو ظهر على شاشات التلفزه او يلي هلا ظهر على على النت. اللي ظهر على التلفزه، في اغنيه انا عملتها بال 2010، اغنيه للجولان. في قافله الحريه، سفينه مرمره اللي انضربت كمان بال 2010، كمان عود مع اوركسترا. في من شهرين عملنا بالهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون برعايه الهيئه العامه اغنيه للام بعنوان ست الدنيا كيفك. في مقطوعات كتير، في اغاني للشباب المطربين يعني، وفي مقطوعات خاصه لآلة العود مثل انثى حالمه، مثل شهيد. هلا بنسمع شهيد. نعم اي نعم يلا تفضل خلينا يلا. نسمع شي لكان.
هي شو اسمها المقطوعة؟ المقطوعة هو أنا يعني كنت سميها شهيد، بس لأنه الشهيد صعب إنك أنت تعبري عنه فعلا، صحيح يعني فهمت. هالتضحية الكبيرة اللي قام فيها وهالبطولة والرجولة هاي. أكيد الرحمة لجميع أرواح الشهداء أكيد. تمام، ما فيكي أنت توفي حقه، بقى سميتها فراق، بين فراق وشهيد يعني، بس هي للشهداء يعني. أنا بحب إني رائعة. تسلم يعني هالأنامل. الله يخليكي. هي يعني بين الحزن والاندفاع والرجولة هي هي اللي جامعة شفناها. كل شيء، هي تماما، جامعة اللحن اللي يعني قدر الإمكان حاولت إني كانت. أقدر هالمشاعر هي إني نعم أوصفها يعني. طبعا دائما المشاعر مو بس بالصوت، أحيانا كمان باللحن بيكون في إحساس، يعني بيطلع إحساس. أحيانا بيكون صوت الفنان هو صوت بيعطي إحساس، ولكن اللحن أيضا بيعطي إحساس. إمتى اللحن بيعطي إحساس؟ من إحساس العازف. يعني هلا المسألة بتتعدى، صارت العلامات الموسيقية تماما. يعني. لما بعزف مثلا قطعة مرة وتنتين وثلاثة، بعد فترة بنسى يعني، ما عاد في داعي أنا أحط النوتة قدامي وإني أقرأ من النوتة فورا. هي صارت بذاكرتي، بمخزوني يعني، تتعدى فيما بعد نتيجة التمرين والتكرار ونتيجة كمان هذا هي السؤال. يعني في له علاقة بالبيئة المتواجد اللي عاش فيها العازف، يعني تأثير الحواليه على هي الشخصية هي. يعني لما بيكون بجو بيكون هادي، بتلاقي بيترك هذا الهداوة والرقي، بتترك انطباع على عزفه. لما بيكون بجو فيه صخب وضجة، وبتلاقي فيه إنه لا مسؤولية، بتلاقي كمان فنه بيعطيه لا مسؤولية. نعم يعني في كتير مثلا من المطربين نعم بطريقة غنائهم بتلاقي ممكن يغني بشكل لا مسؤول، اي او غير منطقي. يعني بتقولي انه طيب في جملة هون ما لازم يقولها هيك، عرفتي علي؟ انه مو هذا هو نعم الطابع. بتلاقي عند موسيقيين تانيين في تهذيب، هذا الحكي بيأثر، البيئة بتأثر كتير على الطابع. نعم
استاذ طارق، يمكن من كثر محبتك لآلة العود وتعلقك فيها اتجهت باتجاه تصنيع آلة العود. ايه والله خلينا نحكي يمكن عن شيء مميز ابتكرته بآلة العود او عن نوع محدد ايه راح احكي لك هلا شوي حكي استخدمه. بجوز انتو هيك بعيدين عن الموسيقى اوكي تستغربوا. تفضل. انا حبيت اني اصنع آلتي بايدي، يعني انه اصدقائنا كتار اللي بيصنعوا من الجوز. ايه هذا خشب جوز امريكي، طبعا في سيسم وفي مجانو ومسطرة سيسم، المفاتيح سيسم. هلأ هو الخشب بيلعب دور، بس الأكثر بيلعب دور هو القالب، هذا القالب اللي بيصنعوه منه. هذا لازم يكون خاضع لمقاييس، يعني في وحدة مقاييس لازم تكون موجودة هي. طبعا. حتى في بنسميه هذا الوجه، وجه العود، في جوات الوجه في عوارض بتجي بشكل عرضية، يعني عوارض أو جسور بنسميها. هاي العوارض هي اللي بتحمل الوزن، ضغط الأوتار هدول، وبتحمي الجسر الوجه من إنه ينكسر أو يعني يتأثر بالشد هدول. نعم. القصة وين؟ إنه لكل مادة في إلها رنين، في إلها رنين معين. يعني أنا اللي ساويناه هلأ، اللي عم ساويه هلأ بهالفترة هي، هو إني دوزن الخشب، يعني دوزان خشب العوارض بحيث يتوافق رنينه مع العلامات المطلقة، مع العلامات المطلقة لآلة العود، مشان يطلع توازن ما بين، ابتكار هذا. يعني هلأ هو شاغلين عليه بتركيا، بس هون ما حدا بسوريا ما حدا اشتغل عليه كتير. طب شو بيختلف؟ بيطلع متوازن ما بين القرار والجواب. يعني أحيانا بنسمع بكتير أعواد التريبل، الصوت الأوتار الثلاثة التحتانيات الحادين بيصير يكون حاد كتير، وبيكون القرار ميت ما في هالرخامة، أو القرار كتير رخيم والأوتار التحتانية ميتة ما في هالرنين. هون بنكون نحن حصلنا على عود متوازن، يعني بالصناعة هيك. يعني طبعا الأمر بيعود كمان للعازفين، يعني كل عازف له بيلعب الذوق الشخصي كتير، نعم بيلعب بالمسألة هي. يمكن متمسك فيه للعود، عمره 3 أيام. خلينا نحكي ايه شوي عن عمره، وكيف 3 أيام طلع بهذا الشكل. هلا هو طالما الصناعة دقيقة، وفعلا هذا صار له تقريبا 3 أيام خالص، هذا عود جديد. أنا كنت بدي أهديه لخطيبتي هذا، هلا نرسل لها تحية زعلانة أكيد. مني، هلا بقى ما فيني شفت أعطيتها لا لعود. يلا، نحن بنقول لها إنه هيدا هديتها هلا لك. ايه تماما نورتنا بقى اليوم الله بالصباح. بقى هلا العود هاد يعني بس يكون الصناعة دقيقة وصح بدك تعطيكي نتيجة صح، مثل أي شيء بتشتغلي أنت، إذا بتشتغلي صح بتعطيكي نتيجة صح. نعم ايه بغض نعم النظر عن الوقت يعني. نعم أستاذ طارق، لكن هيك تعرفنا بشكل مختصر عن آلة العود وعن حضرتك وعن بعض المؤلفات، ويمكن سمعنا مقطوعات جميلة. لكن خلينا بالنهاية نتشكرك الله ونختم مع يخليك. حضرتك بمعزوفة. طيب بتحبوا بسمعكم وطن السلام أوكي أوبريت أغنية، يلا. أنت ولو مزوقني، إنه هلأ أنت مزوقني، الصبح نحن بنستاهلها. سلسل سمار وسلافة وسعادة ونهار، وطني سلام سلسل سمار وسلافة وسعادة ونهار، وطني كقلبي أخضر ودروبه للعاشق
الحين شقائق وكنا تم هتم. الله يسلمك. شكرا كثير لك يا استاذ طارق. شكرا لاستضافتكم. اهلا وسهلا فيك، بدنا نتشكر بوجودك معنا، وان شاء الله يا رب تنعاد عليك وعلى جميع السوريين وصوم مبارك ان شاء الله يا رب. شكرا. ليا لهون بيكون مشوارنا الصباحي الرمضاني معكم وصل لنهايته لليوم، مساحه جديده نلتقى فيها معكم بكره مع ضيوف ومحطات جديده بنطلع عليكم بتمام العشرة الصبح بتوقيت الياسمين، توقيت دمشق من مطعم قصر الياسمين. أكيد بدنا نتمنى لكل السوريين صيام مقبول. تحيتنا الأولى والأخيرة لرجال الله بالميدان، أبطالنا الجيش العربي السوري، كل التحية لكم وكل الحب لكم مشاهدينا، ورمضان كريم. رمضان كريم. رمضان كريم. يعطيك العافية سالي ويسعد صباحك عن جديد. وأكيد بالختام بدي أتشكر كل فريق العمل وكل مشاهدينا. صباحنا غير هو عنوان لمساحتنا الرمضانية الصباحية.